شفنا الموضوع ده الساعة 12 بالليل من على النت، مش نعلم بأي حاجة خالص. يعني فجأة اتصلنا بيها، التليفون ما بيردش. فجأة لقينا ضابط الناس من العمرية تاني ولا الله أعلم أول رد علينا وقال لنا نرجس اتوفت ومعايا بنت تانية اسمها نوران. طبعا اتأكدنا من خبر من على النت، عن لقينا كل النت نشر نشر لها، واحنا ما عرفناش نصلها الا بعد العجوبه، عبال ما جينا بقت الساعه 2 بالليل او 3 بالليل مع زمايلها وزمايلها معايا معانا وهم واقفين. بيقول لك الطريق بتاع بكر عرب زباله زباله، وما فيهوش ولا كشاف كهرباء ولا كشاف نور ولا اي حاجه خالص. كنت عارفين انها رايحه الماتش حتى؟ كنا متعارفين انها رايحه الماتش، واي ماتش بتروح ورا نادي الاهلي في اي حته. بس ده قدر وقدر ونصيبها، والله يرحمها ويرحم نوران معاها. وارجو من المسؤولين يعني برج العرب دوت يا ريت تتلغي خالص من الجزاره اللي انا شفتها دي، جزاره ووباء، مش نادي دوت حد يلعب فيه. كان اسم نادي الاهلي. كانت قايلين لكم مثلا قبلها كانت حاسه بحاجه؟ لا 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 لا، دي فرحانه 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 في اي ماتش الاهلي، بتفرح وبتبيع الدنيا كلها عشان تروح تشجع الاهلي، وبتقعد من الجامعه بتاعتها عشان تروح تشجع الاهلي. دي شابه 19 سنه وست اشهر. كانت في كليه ايه يا حبيبي؟ كليه حقوق حلوان، ثالثه اداب حقوق حلوان. فكانت بتضحي بكل شيء عشان تروح تشجع النادي الاهلي، تتفرج على النادي. فهو ده مش يعني اللي انا بقوله لمشجعين النادي الاهلي يحصل فيهم كده يملوهم. طيب كلمتكم بعد الماتش قالت لكم ان انا خلصت؟ لا لا، كلمناها ما بين الشوطين، قالت لنا انا قاعده باكل باكل يعني في الاستراحه بتاعت برش، قاعده تاكل تشرب شاي وبتاع. ده اي واحد ما اي بنت قاعدين مع بعض بياكلوا ويشربوا مع بعض. وبعد كده احنا صدينا لما جينا شفنا بقى رجل مكسوره والدماغ مشروخه وحاجه ما يعلم بها ربنا. دلوقتي من امبارح لغايه دلوقتي في الثلاجه، مش عارفين يعني ادعوا لها بالرحمه خلاص اللي انا دلوقتي. بس كده. والدتها حالتها عامله ايه؟ والدتها طبعا قبلها بثلاث اشهر يعني كان والدها لسه ميت، والحزن لسه ما فارقش بيتنا خالص. وبنت ظهرت 20 سنه ولا لسه ما كملتش 20 سنه، تقابل رب كريم دي حاجه حلوه. بس الحزن بتاع الام والحزن اللي مش هفارق عينينا خالص، وبالذات انا كنت اقرب واحد ليها عشان انا اللي مربيها، انا اللي كنت قاعد معاها. نرجس دي بنتي وكل شيء في حياتي، الله يرحمها ويطول. سلام.